منكوش البخ. لا كفر البتنون أول تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد محمد البيوم البخ، كفر البتنون، إمام وخطيب مسجد حبيب تبع كفر البتنون، وزارة أو إدارة أوقاف شبين الكوم، محافظة المنوفية. الموضوع محمد جمال سعد أو الشهيد محمد جمال سعد عليه رحمات الله، إحنا بقى أنا ما شفتش حاجة، إنما اللي سمعته إن هو كان في مشكلة يوم الخميس أمام مسجد الحبيب قبل المغرب، ما بينه وما بين عيل أو طفل من عيل من العيال بولاد الجناة، وحصلت مشكلة، أو شاب من سنة أو أصغر منه سنة شوية، أنت بتبص لي ما بتبصليش، شتموا بعض، طب روح يا ابني شوف لحد كبير أكلمه مش عارف إيه، دوكت قال له أنا هعرف آخد حق إزاي وهجيب لك إخواتي أخويا وولاد عمي نأدبك ونعرف ناخد حقنا إزاي وهنموتك. المهم تاني يوم سمعنا إن يوم الجمعة بعد العصر عم المجني عليه اتصل بيه عم الجناه اسمه سعيد، هات الولد وتعالى عند بيتهم القديم، بيت حظيره كده فيها مواشي ما هم ساكنين فيها بعيد عن بيتهم، وهنصلح العيار ويبصوا راس بعض ويتاسفوا لبعض، واحنا اخوات واكلين عيش مع بعض وتمام التمام، وما تجيبش حد معاك. عم صدق الخيانه والكذب وخده وراح في امان الله، رايحين هنصالح مش عارف ايه، هتبص راسه وهيبص راسك وبتاع، يا دوبك وصلوا عند الباب قاموا زقين عمه ونزلوا على الواد تلطيش بالاقلام، الواد يمين في شمال لقى الناس نازله من على السطح واللي جايين من بره 7-8 بالشواطير والسكاكين نزلوا عليه. المنظر انا ما شفتوش، بس انا شفته على الفيسبوك، لا يرضي رب ولا يرضي عبد ولا يرضي دين ولا اسلام ولا نصرانيه، حتى لو واحد ما هوش مسلم بيضرب واحد مش مسلم مش هيضربه كده. طب انت خبطته خبطتين سيبه، خبطته ثلاثه سيبه، لا ده 2 و3 و4 في دماغه، وخبطه في ايده وخبطه في رجله وخبطه في بطنه، يعني والله ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما قالش كده ابدا في الدين، ولا الرسول قال كده ابدا، ده احنا مسلمين، احنا مسلمين، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تهدم الكعبه حجرا حجر افضل واهون عند الله من اراقه دم مسلم، مش اراقه ده مسلم، اخوك في الاسلام وجارك وكان بينك وبين عمه عيش وملح، طب ليه الخيانه وليه الغدر؟ وشاب مكافح كان زي ما الحاج جمال القصير بيقول، كان بيطلع كل يوم على يدي من الساعه 6:30 7 صباحا، ما بيجيش، يعني هو كان جاي في ناطقه المغرب يوم المشكله بتاع يوم الخميس، كان جاي ويوم الجمعه اللي حصل فيه الحادثه كان بيساعد عمه في فحت قواعد، وكان راجل شهم وشاب شهم، ما كانش حد يقصده في خير الا ويعمله، كان راجل شهم، كان شهم شهم وبيسعى لاكل عيشه، ووالده مريض بقى له اكتر من 10-15 سنه، عنده السكر وعنده الضغط ونظره ضعيف، وقاعد في البيت لا شغل وما بيشتغلش، وهو اللي كان بيجري عشان يساعد نفسه ويساعد ابوه ويساعد اخواته، ووالدته مدرسه ربت اجيال، فجاه مات محمد، في ثواني مات محمد بسبب ايه؟ بسبب الخسه والغدر والخيانه. ليه؟ يا ريته مثلا احنا عارفين عنه ان هو شاب بطال، او ان هو شاب بيشرب، ما بيشربش سجار، يعني مش من ولا من هواة ان يسهروا على قهاوي، ولا صاحب الناس اللي ماشيين شمال ولا بتاع، هو من شغله لبيته لمصلحه، يقضي واجب في فرح يقضي واجب في عزاء، فجاه انتهت حياه شاب مكافح بيسعى لنفسه وبيساعد ابوه وبيساعد اخواته وبيجهز نفسه، وكان هيتجوز في شهر 10 ويمكن ابوه ما معهوش جنيه يساعده في جهازه، هو بيجهز نفسه وهو اللي بيبني لنفسه وهو اللي بيسعى لنفسه، والشغل الوقت الفلوس اللي بيشتغل بيها نصها للمصاريف على ابوه واخواته ونصها يجهز نفسه بيه، كان نموذج في الكفاح ونموذج في الشهامه ونموذج في الرجوله، فجاه في ثواني بسبب شويه جناه ضالين مضلين فاسدين في ثواني انقضوا على حياته. طب وبعدين؟ والحاج جمال لسه قايل دلوقتي بلدنا كفر البتنون بلد الكرم والجود والإخلاص والحب والعلم، معظم شباب البلد لأقل حاجة فيها 20-30-40 طالب في كلية الطب، و20-30-40 طالب في كلية الهندسة، وفي كل مجالات العلم تلاقي كفر البتنون متفوقة، ولو أنت رجعت للجامعات هتلاقي طلبة كفر البتنون متفوقين في كل مجالات العلم. المجموعة ده هي أو البيت ده أو الأسرة ده هي ربنا ابتلى كفر البتنون بهم، فندعو المولى عز وجل أن ينجينا منهم وأن يخلصنا منهم، وطلبنا إن هم ما يرجعوش يسكنوا في كفر البتنون تاني، طلبنا إن هم ما يرجعوش يسكنوا في كفر البتنون تاني، وكل اللي نطلبه ونحن واثقين تماما في القضاء العادل، ونحن واثقين تماما في القضاء العادل، قضاء مصر وقضاة مصر والشرفاء، القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والقصاص كما قال المولى عز وجل من قتل يقتل، من قتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ونتمنى من الله تبارك وتعالى
أن يديم علينا وعلى بلدنا وعلى مصرنا الأمن والأمان، وأن يحفظنا من كل مكروه وسوء. والإرهاب مش في سيناء، في إرهابيين وفي ناس في قلب البلاد اللي زي كفر البتنون وغيره بيشربوا مخدرات وفاسدين، أخطر على أهل البلد وعلى أخطر على أهل الجمهورية وأخطر على الدولة من الإرهاب الخارجي. فيجب على المسؤولين أن يحاربوا الفساد وأن يحاربوا الفاسدين في كل مكان. ونتمنى من الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بما يريح قلوبنا وبما يرضي أهل بلدتنا بالقصاص، بالإعدام. من قتل محمد يقتل إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا ولكم الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.